اهلا يا جماعه، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ هنتكلم النهارده ان شاء الله زي ما وعدناكم المره اللي فاتت عن اول نوع من انواع الانيميا، وهو انيميا نقص الحديد. تاخرنا شويه معلش في الفيديو دوت، كان فيه شويه مشاغل كده، بس هنتكلم النهارده ان شاء الله عن انيميا نقص الحديد ونحاول نغطي الاسئله بتاعتكم. كنت شفت تعليقات كتير بتتكلم عن بعض المواضيع اللي انا اتكلمت فيها قبل كده على القناه، فزي موضوع كورونا كان فيه القولون اتكلمنا فيه، ففي بعض الناس كانوا قالوا ان احنا نتكلم في الموضوع ديت. فاللي حضرتكم المشترك معانا ان شاء الله، او اللي بيتابع القناه يضغط زر الاشتراك وهو هيجي له الفيديوهات كلها القديمه الموجوده وهيتابعها معانا ان شاء الله. معظم الاسئله كنا جاوبنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت، فتقدر حضرتك تشترك في القناه وتتابع معانا، ولو في اي تعليقات هنستناها ان شاء الله على القناه ونرد عليكم. ان شاء الله هنتكلم على نوع من انواع الانيميا، ونكمل في سلسله حلقات الانيميا اللي احنا بداناها المره اللي فاتت. اتكلمنا عن انواع الانيميا، هنتكلم النهارده عن اشهر نوع في الانيميا، وهو انيميا نقص الحديد. انيميا نقص الحديد زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، وقلنا ان انواع الانيميا بتبقى كلها بترجع لاقل ثلاث اسباب: يا اما مشكله في التصنيع، ان مصنع نخاع العظام بتاعي ما بيصنعش كويس، يا اما مشكله ان انا بصنع كويس بس اللي انا بصنعه ده بيهرب عن طريق النزيف، او حاجه بتيجي تكسره زي الامراض المناعيه اللي هنتكلم عليها ان شاء الله في الحلقات اللي جايه بالتفصيل، عشان الاطفال اللي عندهم مشاكل مناعيه وعندهم انيميا زي انيميا الفول وانيميا الخلايا المنجليه وانيميا البحر المتوسط، هنفردها ان شاء الله حلقات لوحدها خالص. انيميا نقص الحديد اشهر انواع الانيميا، وتقريبا ما فيش حد في العالم كله الا ما تعرض لانيميا نقص الحديد. سبب انيميا نقص الحديد من اسمها، سببها نقص الحديد، الحديد مش موجود. طب ايه علاقه الحديد بالانيميا؟ والحديد مشهور قوي مع الانيميا، لدرجه ان النهارده اي حد بيحصل له انيميا بياخد حديد حتى من غير ما يدور على سبب الانيميا او انواع الانيميا ايه. لو احنا بصينا كده في تركيب كره الدم الحمراء ببساطه، هي بتتكون من حاجتين اساسيتين، حاجه اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين هنقسمها نلاقي حاجه اسمها الهيم والجلوبين. الهيم هو الحديد، الجلوبين هو البروتين. يبقى اذا الانيميا بتاعتنا او تركيب الهيموجلوبين بتاعنا منصب على عمودين اساسيين: البروتين والحديد. البروتين عشان هنتكلم دلوقتي على الجماعه النباتيين اللي ما بياكلوش بروتين ومشاكل البروتين، والحديد. فاصبح الحديد جزء اساسي في موضوع الانيميا. من كم معنى كلامي ان مش دايما لما يجي لك انيميا تروح تجري تاخد حديد من نفسك، ان في انواع تانيه كتير للانيميا مالهاش علاقه بالحديد، ولكن اشهر نوع هو نوع الحديد. الحديد لما بيقل في الجسم ما بيكونش هيموجلوبين كويس، فيبدا مصنع نخاع العظام يبدا يتسربع في تكوين كرات الدم الحمراء، فيخلي لي حجم كره الدم الحمراء تطلع مش مستويه، زي ما احنا بنقول كده لسه ايه؟ ناقصه سوى، فتطلع حجم كره الدم الحمراء صغير، وبالتالي كميه الهيموجلوبين اللي هتشيلها على كره الدم الحمراء الصغيره دي هيبقى قليل، فدايما بنسموه مايكروسيتيك هايبوكروميك. يعني ايه؟ يعني حجم كره الدم الحمراء صغيره ومعدل الهيموجلوبين اللي بتشيله بالتالي قليل، وده عشان كده دايما بنقول نعمل صوره دم كامله لما نيجي نشخص الانيميا، ما ينفعش نشخصها بالهيموجلوبين بس، لان صوره دم كامله تديني الفكره دي، حجم كره الدم قد ايه ومعدل الهيموجلوبين قد ايه. من اشهر الحاجات اللي بتعمل حجم كره الدم قليل وبالتالي هيموجلوبين قليل هو نقص الحديد. طيب بما ان الحديد ده حاجه مهمه قوي كده، ايه اللي بيخلي الحديد يقل في الجسم عشان يعمل لنا انيميا نقص الحديد؟ اشهر اسباب نقص الحديد مش الاكل، مش الغذاء، هو النزيف المزمن، ان انا انزف دم كتير، او ان انا يحصل ان انا بفقد دم كتير وعلى فترات طويله. طب لما اقول النزيف المزمن يبقى بين قوسين كده نتكلم على الجماعه الستات ومشاكل الدوره الشهريه او مشاكل البيريود. دايما بنتكلم ان المعتاد في البيريود او الدوره الشهريه من 3 ايام ل 5 ايام، وبيبقى لها عدد معين الست بتعرفها بعدد الفوات اللي بتغيرها ما تزيدش. طب لو بدا ان انا لا ده البيريود تقعد معايا 6 شهور 6 ايام انا اسف، او 7 ايام، او تقعد معايا اسبوع او 10 ايام، لا يبقى انا بتكلم في اكتر من 5 ايام، بتكلم في نزيف، نزيف مزمن ما ينفعش ان انا اسكت عليه، لازم ادور وراه. او ان انا بفضل الثلاث ايام الست تفضل الثلاث ايام او الخمس ايام زي ما هي، ولكن عدد الفوط اللي بتتغير بتبقى اكتر، يبقى هنا برضو في نزيف. يبقى دايما نخلي بالنا ده اشهر سبب لانيميا نقص الحديد. تلاقي الست مش واخده بالها من الموضوع ده خالص ومفكره ان ده شيء طبيعي، وفي النهايه نفاجئ ان عندها انيميا حاده، ونقول ده سبب نقص الحديد، ونقول ان سببها النزيف المزمن اللي بيتكرر. يبقى ده اشهر سبب بيقابلنا في انيميا نقص الحديد، هو النزيف المزمن. ايه تاني ممكن يعمل لي نزيف مزمن؟ جماعه اخواتنا اللي بياخدوا مسكنات كتير، المسكنات الكتير تعمل لي قرحه في المعده،
فيبدا يفقد دم في البراز من غير هو ما يحس او ياخد باله، فيبقى يخش مني في انيميا نقص الحديد. ايه تاني ممكن يعمل لي نزيف مزمن؟ اي مرض في القولون، زي مثلا القولون التقرحي المناعي، او حد عنده اميبا في القولون. الاميبا بتبدا تعمل تتوطن جوه القولون وتعمل لها اخاديد كده او خنادق في القولون، فتبدا تفقد انت دم خفي في البراز من غير ما تاخد بالك، فيعمل لي انيميا نقص الحديد. يبقى اشهر سبب لانيميا نقص الحديد هو النزيف المزمن المتكرر، ودايما بناكد على الجماعه الستات في موضوع البريود او الدوره الشهريه ان ده اشهر سبب بيقابلنا في نقص الحديد. هل ممكن يحصل نقص حديد من غير نزيف؟ اه، يحصل نقص حديد من غير نزيف في الاكل لو انا ما باخدش بالي من اكلات الحديد كويس في الاكل. الجماعه النهارده الاطفال الصغيرين مش واخدين بالنا منهم، تلاقيه عمال ياكل اندومي وعمال ياكل شيبسي وعمال ياكل في حاجات نشويات مالهاش علاقه بالحديد خالص، فيبدا يخش مني في انيميا نقص الحديد. كمان من ضمن الحاجات في التغذيه اللي بتعمل نقص حديد الرضع، الاطفال الرضع الصغيرين. ربنا سبحانه وتعالى من رحمته بينا بيبدا يخلي الواحده الحامل، الست الحامل، يبدا الطفل الجنين ياخد منها بدايه من الشهر السابع والشهر الثامن والشهر التاسع ياخد منها حديد، فيبدا ياخد منها حديد عشان يدي لنفسه حديد يغطيه لست شهور بعد الولاده. كل شهر بياخده من مامته في الحمل بيغطيه شهرين لقدام، فياخد يبدا ياخد من السابع والثامن والتاسع حديد، فيبدا يغطيه لحد ست شهور. اللبن الام ما فيهوش حديد، واللبن الصناعي على حسب نسبه الحديد اللي فيه، لكن احنا هنتكلم عن اللبن الطبيعي او الرضاعه الطبيعيه ما فيهاش حديد، وبالتالي الطفل اللي مولود دهوت بيفضل يرضع عند عمر ست شهور. لازم ابدا ادخل له يا اما اكل فيه حديد يا اما ابدا اديله حديد كنوع من انواع المكملات الغذائيه او الدوائيه. يبقى اذا اخد بالي اول رضع عند عمر ست شهور مخزون الحديد اللي في جسمهم خلص انتهى. لو انا فضلت اكمل بالرضاعه الطبيعيه وما خدتش بالي للطفل الرضيع دوت ان انا ادخل له حديد، يبقى انا بخلي طفلي يخش في انيميا نقص الحديد من عمر ست شهور، وده شيء مشكلة كبيرة ناخد بالنا منها. يبقى ده برضو كنوع من انواع الاضطراب الغذائي او نقص التغذية. جماعة اخواتنا النباتيين اللي هو بيقول لك ما باكلش بروتين وما باكلش مش عارف حيوانات ومش عارف ايه، لا ده يخش مني على طول في انيميا نقص الحديد. ليه؟ لان اكبر مصدر للحديد هو البروتين الحيواني، فانا لما اكلش بروتين حيواني واقعد على النباتيات او ان انا جماعة النباتيين، يبقى انا لازم في الاخر هيحصل لي ايه؟ نقص حديد. يبقى دي تقريبا اشهر الاسباب. في بعض المشاكل زي مرضى الكلى، مرضى الكلى اللي عندهم مشكله برضو احيانا في نقص الحديد، وان كان اشهر انواع الانيميا في مرضى الكلى هو نقص هرمون الريثروبيوتين اللي بيطلع وبنشط نخاع للعظام. طب هي دي اسباب نقص الحديد زي ما قلنا النزيف المزمن او مشكله في التغذيه او الرضع او الجماعه النباتيين اللي ما ياخدوش بروتين كويس. هي اي اعراض انيميا نقص الحديد؟ لو انا عندي انيميا نقص الحديد هي نفس اعراض الانيميا العاديه، يعني انا بيجيني مثلا يجيني صداع، يجيني دوخه، زغلله، ضربات قلب سريعه، شعرك يبدا يقع، والف على دكاتره الجلديه كتير، وفي الاخر دي انيميا نقص الحديد. بنزود على الانيميا هشاشه الاظافر، يعني دايما مشهوره انيميا نقص الحديد بمشاكل الضوافر، وتقلب لي الضوافر كده وتخليها مسطحه ونقول عليها الضوافر الملعقيه، عامله زي المعلقه كده بالظبط، الضوافر الملعقيه زي الايه؟ زي المعلقه، تبقى مسطحه واخده ايه؟ كيرف مقعر كده. ده من ضمن الحاجات المميزه للحديد في الضوافر، ونعرف منها غالبا بنحاول نشوف منها نوع الانيميا من الضوافر. طيب ايه كمان من الحاجات المميزه في انيميا نقص الحديد عن الانيميا الثانيه؟ هو تغيير الشهيه. تبدا تلاقي الطفل مثلا يجري يقول لك عايز اكل تلج مثلا. بعض الاطفال مثلا تلاقيه يمسك الشبشب او يمسك المشايه يحطها في بقه ويقعد يقرقط فيها كده، او يقعد مثلا يجيب فلين ويقعد يقرقط فيه، اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن تغير الشهيه. اللي بنقول عليه ان انا يبقى شهيتي مرميه لحاجات من الطبيعي ان انا ما باكلهاش، دي برضو من الحاجات المميزه لانيميا نقص الحديد. من الحاجات المميزه لانيميا نقص الحديد عن الانيميا العاديه فقدان الشهيه، لان الحديد له دور كبير جدا في تنبيه الجوع وفي فتحان الشهيه بالنسبه للناس. تلاقي واحد مثلا طفلك ما بياكلش كويس، عمال يجري ويتنطط ويلعب، تعالى كل ما ياكلش. ما ياكلش كويس ناخد بالي جدا من انيميا نقص الحديد، ونجري على الدكاتره وناخد عايزين ناخد فتح للشهيه، فتح الشهيه مش هيجيب نتيجه من غير معالج انيميا نقص الحديد. يبقى اخد بالي جدا من موضوع نقص الحديد وفقدان الشهيه عند الاطفال. يبقى اعراض نقص الحديد باختصار هي اعراض الانيميا العاديه من صداع ودوخه، زغلله، اضطرابات قلب سريعه، نهجان، شعر يقع، نسيان، حاله من الارهاق العام على الجسم،
حاله من الارهاق على القلب، خاصه مع المجهود كضربات قلب سريعه. احيانا احس بشكه كتير في صدري، احيانا احس ان انا نفسي مش كامل، ان انا مخنوق. ونزود برضو في مواس الحديد، هشاشه الاظافر، تغير الشهيه، او حتى فقدان في الشهيه. طيب انا لو عندي انيميا نقص الحديد، يبقى انا هضطر ان انا اخد حديد لمده قد ايه؟ يعني انا عايز اعالج حديد لمده قد ايه؟ اقل مده لعلاج الحديد او انيميا نقص الحديد هي تقريبا 4 شهور، ومعايا لحد 12 شهر. يعني انا من حقي كدكتور ان انا اخلي المريض يمشي على علاج الانيميا سنه كامله، وده مش كتير. وما ينفعش ابدا ان انا اعالج انيميا في اقل من 4 شهور. اشمعنى 4 شهور؟ لان علاج الانيميا بيبدا معايا بحاجه اسمها جرعه تكميليه والجرعه التحميليه. الجرعه التكميليه بنتكلم تقريبا في 4 اسابيع، والجرعه التحميليه بتبدا من 3 شهور الى سنه. فلو خدت انا اقل حاجه في الجرعه التحميليه 3 شهور مع جرعه تكميليه شهر، يبقى انا التحميليه شهر والتكميليه 3 شهور، يبقى انا بتكلم في 4 شهور اقل حاجه كعلاج للانيميا. ممكن قوي اخد 6 شهور 8 شهور 10 شهور او حتى اعالج لحد سنه. وممكن ان احنا نعالج الحديد، ودايما نيجي نعالج انيميا نقص الحديد وتلاقي المريضه بالذات الست تبدا ان هي تتحسن، وبعد شويه شهر شهرين تيجي لنا تاني الانيميا مثلا كانت 8 او كانت 9، نلاقي بعد شهرين جاي لنا بقى انيميا 8 برده 9. طب الشهرين دول راحوا فين؟ دايما بنكرر ونقول النزيف المتكرر المزمن اللي بيجي مع البيريود او الدوره الشهريه. يبقى لو انا باخد علاج للانيميا، ما ينفعش اسمح لنفسي كست ان يحصل لي نزيف تاني. اشهر اسباب النزيف في الدوره الشهريه هم الستات المتجوزين اللي بيركبوا ايه؟ اللوب او الشريط او اللولب. ده جسم غريب جوايا، فيبدا الرحم يعمل حواليه كنوع من دلائل الالتهابات او الخلايا الالتهابات عايزه تعزله عن الجسم، فيحصل التهابات في الرحم او جدار الرحم، ويحصل احتقان في الحوض، فيجي مع الدوره الشهريه يحصل نزيف شديد. فدايما انا بنصح الستات اللي عندهم انيميا نقص الحديد نتيجه النزيف في الدوره او البريود، يا ريت نشيل اللولب خالص او الشريط خالص، ونمشي فتره علاج على الحديد على الحبوب منع الحمل او على الحقن افضل من الشريط في الفتره دي، عشان نتجنب النزيف ونتجنب ان احنا تبقى فتره علاج الانيميا اللي احنا خدناها ملهاش اي لازمه خالص. يبقى لو انا باخد علاج الانيميا كست بتاخد علاج الانيميا وحصل نزيف في النص، دايما بنقول نبدا تاني من اول وجديد 4 شهور، لان غالبا اللي راح دوت النزيف ضيعه، الفتره اللي خدت فيها علاج ما استفدتش بيها قوي. طيب في ايه الوقايه بقى لو انا عايز اقي نفسي او اطفالي من نقص الحديد؟ هل في اكلات معينه الاكلات دي ممكن ان انا اكلها كتير علشان الحديد يبقى كويس؟ طبعا اشهر حاجه زي ما قلنا هو البروتين الحيواني، البروتين الحيواني، اللحمه، الكبده، الفراخ، برضو المأكولات البحرية زي الأسماك وخلافه، دي غنية جدا 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 بمصدر الحديد. وبيمتاز البروتين الحيواني عن غيره ان هو فيه مصدر حديد وسهل الامتصاص، لان البروتين اصلا بينشط حمض الهيدروكلوريك في المعدة، فيرفع من حموضة المعدة، والحديد يحب قوي الوسط الحامضي فيمتص بسهولة جدا في الوسط الحامضي، ويبقى مفعوله احسن وامتصاصه اسرع واستجابته اقوى بالنسبه للبروتين الحيواني. طيب الجماعه النباتيين بقى اللي عندهم مشكله في اكل البروتين الحيواني، في طبعا البقوليات في النباتات، يبقى انا مضطر ان انا اخد نسبه بقوليات عاليه جدا 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 عشان اغطي نقص الحديد اللي انا ما باخدوش من البروتين الحيواني. كمان الخضروات الليفيه مليانه بنسبه حديد عالي، بعض الفواكه المجمده زي المشمش وزي الزبيب بيبقى فيهم نسبه حديد عالي، البنجر في نسبه حديد عالي. خلي بالك ان الحديد احنا قلنا بيحب الوسط الحامضي في امتصاصه، وبالتالي لو انا خدت حاجه غنيه بفيتامين سي كوسط حامضي هيساعد على امتصاص الحديد كويس جدا. اشهر الحاجات اللي فيها فيتامين سي الفلفل الاخضر، ناكل فلفل اخضر كتير جدا، البرتقال، الليمون، اليوسفندي، عندنا الفراوله، كل الحاجات دي، البروكلي، كل الحاجات دي غنيه بفيتامين سي، بيفضل ان احنا ناخدها كتير جدا مع الحديد. خلي بالك على العكس تماما، الحاجات اللي هي القلويه زي اللبن، اللبن ده ماده قلويه، فما ينفعش ان احنا ناخدها مع الحديد. مش معنى كلامي ان احنا ما نشربش لبن، بس ابعد اللبن عن قرص الحديد. لو باخد الحديد في الغداء، خد اللبن على الفطار او على العشاء، ما تدخلش الدنيا ببعضها عشان ما تاثرش على امتصاص الحديد. الحاجات اللي فيها كالسيوم ممكن ترسب الحديد وما يمتصش بشكل كويس، زي الجبن وزي اللبن زي ما اتكلمنا، في كالسيوم كتير. خلي بالك شرب الميه الغازيه زي البيبسي والسفن اب والحاجات دي، ده عباره عن بيكربونات صوديوم، كلها مواد قلويه، فبالتالي لو انا بشرب الحاجات دي مع الحديد هتلاقي الحديد ما بيمتصش. الحديد غالبا بيبقى في صوره فرك، في صوره ثلاثيه، محتاج انه يخش في المعده في وسط حامضي عشان يتكسر
واديني فرس اللي هو الصوره الثنائيه، ودي اللي احنا نقدر ان احنا نستخدمها كصوره ثنائيه. خلي بالك املاح الاوكزاليت زي المانجا وزي الطماطم بتاثر على امتصاص الحديد، بلاش تاكل منهم كتير مع وجود الحديد لان بتخلي امتصاص الحديد مش سريع. بعض النباتات بيبقى فيها حديد ولكن حديد في صوره ثلاثيه مركبه يصعب ان احنا نكسره، فغالبا ما بنستفادش بيها زي السبانخ، غالبا ما بنستفادش بيه احنا كبشر، ولكن بيستفاد بيه الحيوانات اللي عندهم زايده دوديه تقدر ان هي تكسر الحديد وتحوله لي دي حديد ثنائي بسهوله. دايما بنحاول نغطي الموضوع على قد ما نقدر، ومستنيين تعليقاتكم واسئلتكم لو في اي استفسار عن موضوع النهارده، ولو في اي تعليق او سؤال عن اي نوع من انواع الانيميا اللي هنتكلم عليها الفتره اللي جايه سيبوها لي في التعليقات ان شاء الله وهنرد عليكم. كان معاكم دكتور احمد ابو طه، اخصائي امراض البطنه وطب الحالات الحرجه، والسلام عليكم ورحمه الله.